عليها. انت عيبك انك عصبيه جدا، عصبيه جدا، عصبيه على بنتك ومش بتصرفي عليها ولا بتهتمي بيها، وانا اللي بربيها. عمري ما فرقت بينك وبين اخواتك، ولا انا السبب في اللي بينكوا، انت السبب يا صدفه. في كل خلاف مع جوزك تقلبي علينا. ام صدفه وجهت ليها رساله وصعبان عليها علاقتهم اللي كانت حلوه، ولكن دلوقتي مخاصمين بعض بقالهم شهر والخلاف وصل بينهم لدار الافتاء. فيا ترى حصل بينهم ايه؟ المتهم لازم يدافع عن نفسه، وانا في نظر الناس ام وحشه والسبب في كل اللي بيحصل، فكان لازم اعمل الفيديو ده وانا مضطره اقول كده. ام صدفه جات بدات الفيديو بتاعها بالكلام ده، وقالت انها كانت تتمنى ما يحلوش مشاكلهم على اليوتيوب، وان محدش يخرج يحكي مشاكل العيله الا صدفه. فزي ما صدفه اتكلمت، هي كمان كان لازم تتكلم وترد وتدافع عن نفسها. الست فاطمه قالت صدفه مخصماني بقالها شهر، ومحدش قال ولا جاب سيره الخصام، هي اللي قالت هي الوحيده اللي في عيالي بتخصمني. ام صدفه كانت زعلانه ومستغربه من اللي بتعمله صدفه معاها، وقالت عمري في حياتي ما شفت بنت بتخاصم امها، لكن بسبب كلام صدفه في الفيديو لما قالت ان امها بتفرق بينها وبين اخواتها، وانها هي السبب في خلافاتهم دايما سوا، وده طبعا بسبب الخلاف بينها وبين ياسمين، لما قالت انها كذبت صدفه وصدقت ياسمين، في حين ان صدفه هي اللي صدقه في كلامها، لكن صدفه ما قالتش اي تفاصيل عن سبب الخلاف. علشان كده امها ردت وقالت مش انا السبب يا صدفه، انت السبب، انت بتعاملي بنتك وحش جدا وبعصبيه، وكتير اقول لك بلاش الالفاظ قدامها، وانت اللي عودتيها تنام عندي وانا ست كبيره ومش حمل اصحى واغير والبس، احنا مش مكرهينها فيكي، انت اللي عملتي كده، ومن ساعه ما شفتي صفا وانتي مديه اهتمامك كله ليها. العيل بيجي بالحنيه، بنتك من كام يوم طلبت منك حضن وما رضيتيش، وقلت لها عشان بتنامي عند ستك. ام صدفه قالت محدش من عيالي بيجيب عياله عندي الا صدفه، ورغم انها بتزعل لما بنظهرهم في الفيديوهات، بس مش هيحصل تاني. انتي قلتي انك مش عايزاها، انا ارميها يعني؟ ما اقدرش اعمل كده. قالت كمان ان صدفه مش بتحب ياسمين وضنا جوزها، ولكن بالعكس هما بيحبوا بنتها لدرجه انها بتحل الواجب مع لافا وبتعاملها زي بنتها واكتر، وهتدفع لها فلوس الدروس اللي انتي ما رضيتيش تدفعيها. وده رد على كلام صدفه لما قالت لما الام بتتجوز الحضانه بتروح للجده، وانا خلاص تنازلت عن حضانه صدفه لستها، بما اني لا بصرف ولا بربي ومليش لازمه، اوفر وقتي ومجهودي وتعبي وشقايا بقى لصحتي. ام صدفه صعبان عليها نفسها وعلاقتهم اللي كانت حلوه ببعض، وقالت صدفه كانت مهتمه بيا وبتروح معايا عند الدكتور، لكن دلوقتي اي خلاف بينها وبين كريم ولا خناقه تقلب علينا احنا كمان. وقالت انا عملت عمليتين وكل اخواتك كانوا معايا وانت لا، وما زعلتش منك، انت ليه كرهاني كده؟ لكن صدفه ردت وقالت انها كانت بتجهز لها الاوضه وقتها وكله متصور. صدفه بقت مستغربه من كلام امها والفيديوهات الطويله اللي بقت بتعملها وتحكي فيها، وشايفه انها مش منصفه في كلامها وبتفرق ما بينهم، وانها بتحب ياسمين اكتر من صغرهم، وان اسلوبها مع بنتها اتغير، وفي المدرسه بيشتكوا منها من وقت ما قعدت عندها، وانها مش بتفرق بين بناتها. وقالت عمري ما كنت غبيه على صدفه، بالعكس الكل بيقول لي انت مدلعه بنتك. وبالنسبه لخصام جوزها قالت ملوش علاقه بيكوا خالص، انتوا عايزيني انفصل عنه وهيحصل قريب. ومحمد اخوها بيحاول يحل الخلاف، واتفقوا انهم هيروحوا دار الافتاء ويحكوا اللي حصل، وهم اللي يحكوا.